امبارح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة نظموا سباق الجري والماراثون ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. سباق الجري وماراثون الدراجات انطلق في المدينة الترفيهية على كورنيش مدينة العالمين الجديدة. خلينا نروح ونتابع إيه اللي حصل خلال فعاليات هذا الماراثون. لسه فعاليات مهرجان العالمين الجديدة مكملة معانا، وللمرة الثانية على التوالي أكبر سباق وماراثون للدراجات والجري هينطلق من هنا من مدينة العالمين الجديدة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. عدد كبير من الشباب المشاركين سواء بالدراجات أو بالجري في أجواء جميلة جدا موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. تعالوا بينا نتابع ونشوف أكبر سباق للدراجات وللجري في مهرجان العالمين الجديدة. يلا بينا. هكذا أصبحت مدينة العالمين الجديدة وجهة رياضية هامة لمختلف الفعاليات الرياضية، حيث شهدت المدينة انطلاق ماراثون الدراجات والجري ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة عدد من اللاعبين والرياضيين الذين خاضوا مسافة 6 كيلومترات ذهابا وإيابا للوصول للمراكز الأولى بالماراثون. ودلوقتي وصلنا لنهاية الماراثون الجري، أكبر ماراثون موجود النهاردة في مدينة العالمين الجديدة. أول متسابق وصل لنقطة النهاية وأول فايز بالمركز الأول، برحب بيك وعاش جدا. الله يخليك يا كوتش، تسلم، وبشكركم على التشجيع ده والدعم ليكم، كتر خيركم والله لكم. عرفنا بنفسك بس الاول، وقول لنا بقى انت جريت مسافه قد ايه، وهل دايما متعود على المشاركه في السباقات دي؟ بما انك طلعت الاول فاكيد انت متعود. طبعا يا كوتش، في الاول اعرف نفسي، انا عبد الرحمن فتحي 19 سنه، مواليد القاهره. النهارده السباق، النهارده جريت 6 كيلو الحمد لله، عملت رقم كويس جدا. وطبعا انا مش اول مره اجري، يعني الحمد لله انا في المتمرس في اللعبه بقالي فتره، والحمد لله ان ربنا وفقني النهارده، وبشكر الناس كلها على التشجيع، يعني لولاكم والله بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا وفقني، وبشكر التنظيم، بشكر وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ومعالي رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا اصلا لعيب بال100 كيلو، حاصل عليها 4 5 مرات، وحاصل على المركز الثاني في ماراثون العالمين. النهارده الاجواء جميله بصراحه، والتنظيم احسن من رائع، وان شاء الله المره الجايه ابقى مركز الاول. الحمد لله الاجواء جميله جدا، والجو الحمد لله النهارده لطيف جدا مع حلاوه المكان، وبسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تحفه جدا بسم الله ما شاء الله. الماراثون حلو، الاجواء كلها جميله، احنا خلصنا الماراثون ممكن ننزل بحر تاني، ممكن ننزل قبل الماراثون في حفله بعدها، كل حاجه جميله، والتنظيم النهارده كان كويس جدا، وبجد مبسوطه بيه. ماراثون الجري جاء بمشاركة مختلف الفئات والأعمار وسط أجواء ساحرة من فرحة المواطنين وتشجيع المتسابقين، فساعدت هذه الأجواء على زيادة التنافس، وعبر المتسابقون عن سعادتهم بوجودهم على أرض مدينة العالمين الجديدة، مؤكدين مشاركتهم في الفعاليات الرياضية القادمة. لا، الماراثون تحفة بجد بجد، بيورينا المناظر كلها، ودي حاجات شرف جدا. حتى رقم كم؟ ما عدتش. بس الاجواء حلوه جدا جدا، تحفه بجد، يا ريت ما تبقاش اخر مره. يعني الاجواء، الجو جميل جدا طبعا، انت بتجري على البحر، فحاجه اجواء حلوه، في انرجي كويسه، في فايبس كويسه، في كوميونيكيت مع الناس اصلا لطيف. الجري طبعا كان متعب ده اكيد طبعا، بس الواحد جاي من رفاهيه ومستمتع، ما حسش بحاجه، والحمد لله وصلنا للفينش لاين وما وقعناش في النص. الماراثون كان جميل جدا، كان متنظم حلو قوي، والحاجات اللي في السماء كانت طايره، كانت جميله جدا، وانا مبسوطه قوي اني كنت موجوده هنا. والله على قد ما السباق كان صعب بالنسبه لي، عشان انا كنت اخر مره كده كانت 2 كيلو كانت ولا حاجه، بس بجد الفايبس والهواء بتاع الساحل هنا ساعدني ان انا اعمل شغل حلو في الريس الحمد لله. ايه رايك في مدينه العالمين واجواء مهرجان العالمين؟ لا حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه. على ما بقى اسكت بطلع ابص للمباني والشمس والسماء، بقى احس ان انا عايز اجري ثاني.
يأتي ماراثون الجري بعد انطلاق ماراثون الدراجات منذ أيام بمشاركة 50 من لاعبي منتخب مصر للدراجات، والذي يؤكد حرص إدارة المهرجان على إقامة الفعاليات الرياضية المختلفة ليستهدف مختلف الفئات والأعمار. محمود جميل، التلفزيون المصري.